تبرعات للمكر الإسلامي هل يحق لمديره الأكثر منه لجهوده؟ التبرعات للمركز الإسلامي هل يحق لمديره الأكثر منه؟ أنا مش فاهم السؤال. الناس بتتبرع للمركز الإسلامي مش عشان الشيخ ولا عشان يعني المدير، تتبرع للمركز من أجل المركز، من أجل الإنفاق على مرافق المركز وتشييده، لكن قد تكون المخصصات المالية للموظفين ضمن هذه التبرعات، وهذه لا يتحكم فيها ولا يتولى أمرها المدير ولا الشيخ، في مجلس أمناء مستقل يتولى هذه المسألة عشان يقدم شهادة براءة ذمة للإمام وللمدير وللمسؤولين. لحظة من اللحظات سوف تلوك الألسنة أعراضهم ويتكلم الناس فيهم ويقولون سرقوا أموالنا، حتى تجعل بينك وبين الناس يعني حجة. اجعل هذا القرار في يد جهة مستقلة مؤتمنة ترصد الداخل وترصد الخارج، تسجل الموارد والمصارف في شفافية كاملة، لتقدم براءة ذمة للفريق الإداري التنفيذي القائم على إدارة المسجد. أما أنه يأخذ، أنا قد أكون لم أفهم سؤاله، لكن على الأقل هذا الذي فهمته، لا ينبغي لا لمدير المركز ولا لإمامه أن يحاول المسألة نظام قبيلة، نظام قبيلي شيخ، كأنه شيخ يعني كأنه شيخ شيخ قبيلة يحط المال في جيبه ويصرف على الناس. لا، المسألة أبدا ليست بهذه الصورة، لها تنظيم ولها ترتيب، في فريق تأسيسي أمناء، في فريق تنفيذي، فريق التنفيذي يعمل تحت إشراف ورقابة مجلس الأمناء أو مجلس المؤسسين. بارك الله فيكم.